أخطاء تحكيمية كبيرة وغير مبررة تشهدها كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ورغم دخول تقنية الفيديو للملاعب المصرية على أمل تقليل الأخطاء التي أثرت بشكل كبير في النتائج، فإن وجودها لم يغير من الوضع كثيرا، ولا تمر مباراة دون ارتكاب أخطاء تحكيمية جدلية يمكن أن يطلق عليها أخطاء كارثية. ظلم تحكيمي كبير تعرض له النادي الأهلي خلال مبارياته الأخيرة في مسابقة الدوري بجانب جدول المسابقة المضغوط بشدة هذه الفترة، الذي أثر بدوره سلباً على شكل وأداء الفريق. وعلى مر تاريخ النادي الأهلي لم يفتعل الأهلي أي مشكلة ولم يعترض على أي قرارات تصدر من جانب اتحاد الكرة، حرصاً منه على مواصلة مسيرة كرة القدم المصرية التي عانت خلال السنوات الماضية من أحداث وتوقفات، وترسيخاً لمبادئ النادي الأهلي التي يعرفها الجميع. أخطاء تحكيمية كبيرة وفجة ارتكبها حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة، والذي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمحمد هاني، كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف وهو منفرد بالمرمى، فضلاً عن إحراز المنافس لهدف الفوز من فاول غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم. ليس هذا فحسب، أخطاء تحكيمية كثيرة تركت ما هو أكبر من علامات الاستفهام في الأسبوع الخامس للدوري، وعندما واجه الأهلي منافسه وادي دجلة تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة. وفي الأسبوع السادس في مباراة السيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا، وأيضاً في الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفاً صحيحاً أحرزه أيمن أشرف، ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء. وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفاً صحيحاً أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف، وفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة الأخيرة. الأهلي لم يطلب أكثر من حقه، وهو التحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحقه، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر وإرساء مبدأ العدالة. فمتى تنتهي المهازل التحكيمية في الملاعب المصرية؟